انضم إلينا من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي. إذن محمد، ما أهم النقاط التي يخرج بها هذا اللقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا في اسطنبول؟ الأهم في هذا اللقاء يوسف أنه يأتي بعد إعلان تركيا دخولها على خط الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وتدشين هذه الجهود التركية الدبلوماسية بلقاء مع المسؤولين القطريين ورئيس المكتب السياسي لحماس في الدوحة، ومن ثم اليوم هذا اللقاء مع وزير الخارجية المصري لتأكيد أنقرة أنها على خط هذه الوساطة بشكل فعال وبتنسيق مع الوسطاء التقليديين في الملف الفلسطيني وملف غزة على وجه التحديد. هذا ما يمكن فهمه بشكل مباشر بعد هذا اللقاء الذي أكد على أمور ثابتة في العلاقة المصرية التركية، وهي من قبيل التعاون المشترك وتنسيق الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وغيرها من الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالمنطقة عموما. هذا اللقاء الآن يجري بعده لقاء آخر بين رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ورئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تأكيد على فعالية هذه الجهود وكثافتها من قبل تركيا في محاولة لإحداث تقدم أو تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل وحماس، والتي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة. ولكن هنا المصادر التركية تشير إلى أن الدور التركي ليس سهلا ويواجه اختبارا معقدا وحساسا، لا سيما في ضوء العراقيل الكثيرة والصعوبات والتحديات التي تواجه هذا الملف، ملف وقف إطلاق النار على الأرض. ولكن من جهة أخرى ثمة من يقول إن المستفيد على الأقل الأكبر في هذا التوقيت هو تركيا، التي تأخذ زمام المبادرة وتتصدر المشهد في ملف غزة حاليا وسط ضغوط من الشارع التركي على الحكومة وانتقادات من الشارع التركي للحكومة التركية واتهامها بالتقصير في دعم الشعب الفلسطيني وتراجع دورها في القضية الفلسطينية. يمكن القول أن الحكومة التركية تحاول القول أنها تفعل ما بوسعها في هذا الإطار وتعمل ما يمليها عليه الواجب من خلال احتضان مثل هذا الملف. شكرا جزيلا لمراسلنا محمد المشهراوي من اسطنبول.